سمعتك نادك واسمع يا حسين هاي اختك تنادك واسمع يا حسين خدها. اهلا وسهلا بكم ونعزي العالم الاسلامي بهذا المصاب، مصاب سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام. في بدايه حديثي مديريه مرور كربلاء عنصر مهم في الزياره، هي اغلب الزياره تعرف هي نقل ومرور. شاركت مديريه مرور كربلاء بكل قوتها ضباط ومنتسبيها. عندنا احنا موجودنا لا يكفي لهذه الزياره، وهي اكثر زياره واصعب زياره اللي شهدتها كربلاء من 2003 لحد الان. بحيث السيد العام مشكورا، السيد عام مدير المرور العام المحترم ارسل قوه يعني تفوق كل السنين من كل المحافظات الشماليه والعفو الجنوبيه والغربيه والوسط. يعني شاركت فيها الموصل، الانبار، كركوك، محافظات ميسان، البصره، دياله، كل الديوانيه، كل المحافظات. طيب اليوم يعني شوف هذه القوة الضيفية اللي دخلت على كربلاء، هل اكتفت بالعدد يعني على هذا الكم الهائل من الزائرين الداخلين من جميع دول العالم ومن جميع محافظات العراق إلى كربلاء المقدسة؟ هي بتعرف الزائرين يعني يقدرون أكثر من 15 إلى 20 مليون، وتعرف كربلاء صغيرة يعني مو يعني مثل ما تقارنها مثلا في حج بيت الله الحرام، يعني دولة السعودية بثلاث ملايين، بينما كربلاء رغم صغرها محافظة إلا أن يدخلها بهيك أعداد كبيرة. يعني السنة تختلف عن السنين، يعني كان أعداد القوة الضيفية اللي جتنا يعني ما أجتي كل السنين، يعني أعداد هائلة بحيث أكو عندنا صارت عقد بسرعة رجل المرور، يعني ماكو يعني كنا يعني مثلا مناطق بعيدة، هسه حاليا ماكو منطقة على المحاور، محور النجف، محور بغداد ومحور الهندية، ماكو يعني مكان إذا ما بيه رجل مرور. يعني احنا نشوف يمكن أكثر دائرة أنه عليها العبء الكبير هي دائرة مرور كربلاء بهذه الزيارات المليونية، لأن تشهد محافظة كربلاء أنه الكثير من الزيارات، بما أنها هي أنه محافظة دينية أو سياحية دينية، فممكن أكثر دائرة عليها العبء الكبير بالزيارة المليونية ألا وهي دائرة المرور. نعم، وكذلك قلة موجودنا من الضباط والمنتسبين. يعني قبل فترة يعني تحول أكثر من 100 منتسب تحولوا موظفين مدنيين، مؤثر على العمل مع المرور. يعني انت احنا بس الزيارات المليونيه عندنا احنا كل خميس وجمعه وسبت، وانت من كربلاء وده تشوف الزيارات وشوف الازدحامات اللي تصير. عندنا المناسبات الاخرى شهر رمضان شهر كامل بازدحام، ازدحام قوي كلش، وبس رجال المرور والخبره اللي اكتسبوها مرور كربلاء تختلف تفوق عن كل المحافظات الاخرى. ولكن الحمد لله والشكر قدرنا نسيطر. هاي الزيارة أضخم زيارة، يعني ما بقى شيء بس يوم، لحد الآن مسيطرين بفضل مو بس المرور، تكاتف. احنا هنا مو بس المرور عمل المرور، احنا ويا قيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى يد بيد، يعني الكل تشتغل. يعني هسه أنا أغلب عملي أنا ومدير النجدة ومدير العقيد رحمن بوجه حماية قيادة عمليات كربلاء. يعني احنا ثلاثتنا ننزل للشارع، يصير فك اختناقات مرورية، تعرف انت الاعداد مالتنا ما تكفي، فيرادلنا يعني قوة. السيد قائد عمليات كربلاء الفريق علي الهاشمي خلى قوة مع المرور، يعني بالازمات من يصير اختناقات مرورية. عندنا منطقة الملحق تعدك علم بها، يعني ساحة صغيرة ما تكفي لهاي الأعداد الهائلة، تصير بها مرات عكس السير، تصير اختناقات مرورية ويانا النجدة ويا فوج الحماية نطلع. يعني الحمد لله وشكر لحد الآن عملنا رائع جدا، كل قيادة العمليات، قيادة الشرطة، المرور، القوى الأمنية والاستخبارية إيد بإيد، والحمد لله والشكر راح تنتهي زيارة وما عندنا أي مشاكل إن شاء الله. شلون يعني تعاملتوا يا القوة الضيفية اللي إنه دخلت من المحافظات المتبقية إلى كربلاء؟ أولاً هم كلهم مهنيين، يعني المحافظات، يعني الأنبار، الموصل هاي ثاني مرة لهم، الأنبار هاي رابع لهم،
يعني ويندلون كربلاء كلها، وهم تعرف التعامل المرور يعني عمل يعني مو مثلا هين بخبرة، ويستخدم الخبرة اللي عنده بالازدحامات شلون فق الاختناقات المرورية فق العقد اللي من الصير، يعني الناس حتى تندل كربلاء كلها تندلها. والحمد لله والشكر لحد الآن كلهم أبطال القوة الضيفية يعني، وما شفنا من عندهم كل الخير وعملهم رائع. اكو تعاون بينكم وبين يعني الحكومة المحلية او الدوائر الخدمية هم والدوائر يعني الغير دوائر الأمنية، الدوائر الخدمية هم اكيد نعم. نعم، اولا احنا نشكر السيد محافظ كربلاء المقدسة بالاول والاخير، لان الرجل الراعي للمرور يعني الرجل ما مقصر ويا المرور في كل شيء، يعني في يعني ان شاء الله راح يتم تجهيزنا من قبله بدراجات وعجلات واليعني كل الشغلات اللي نحتاجها. السيد المحافظ ما قصر ويانا، التوسعه اللي صارت السيد المحافظ نصيف المهندس الاستاذ المهندس نصيف الخطابي يعني عمل كان طريق النجف يعني طريق تعبان طريق صغير، يعني هسه التوسعه اللي صارت الحمد لله والشكر العجلات تمشي بسرعه يعني توصل لنا لاقرب نقطه وهي خاصه طريق النجف، توصل لساحه الملحق بصوره طبيعيه وبسلاسه. يعني هي يعني كل سنه تختلف عن سنه، يعني السنه تختلف عن كل السنين الباقيه بالازدحامات. نشوف يعني هسه حتى السيارات يعني ممكن توصل قريبا عن الحرم. نعم، احنا السنه قمنا نعاني لحد الان نعاني من قله العجلات، العجلات المحافظات وخاصة العجلات البصرة والناصرية وميسان، ولكن لحد الآن الحمد لله والشكر الكل تصل بصورة صحيحة، ما عندنا أي لحدنا أي تلك أو أي أخطاء بفضل قيادة السيد محافظ كربلاء والسيد قائد عمليات كربلاء الفريق علي الهاشمي واللواء أحمد زويني، وإحنا كل إن شاء الله كل إحنا بخدمة الزوار. اكيد احنا اليوم كربلاء المقدسه لو ننطيها الغالي والنفيس انه قليله بحق كربلاء وقليله بحق الامام الحسين عليه السلام. كلامك صحيح، لان احنا ايش عندنا غير ابو عبد الله الحسين وخدام لزوار ابو عبد الله الحسين، يعني والحمد لله والشكر يعني يعني راح تنتهي زياره والحمد لله والشكر انت تلاحظ يعني قربنا على انتهائها او ماكو اي مشاكل، لم تحدث اي مشاكل ديج المشاكل القويه رغم اكبر زياره لحد الان من 2003 لحد الان الحمد لله والشكر. كلمه اخيره الى القوة الضيفيه اللي ساندتكم بهذه الزياره. والله احنا اولا نشكر السيد العام اللواء طارق الربيعي، شكرنا وتقديرنا له لان اول قوه او اكثر قوه اجتنا خلال هاي الفتره، يعني ما كل المحافظات من الشمال الى الجنوب يعني اعداد تفوق الاعداد كل المحافظات الاخرى، والحد وبشهاده الفريق علي الهاشمي واحمد زويني يعني وين دا ينطلقون وين دا يروحون دا يشوفون المرور موجود، تصير اختناقات المرور راسا يعالج الموقف بنفس اللحظه والحمد لله وشكرا. تشهد لكم والله تشهد اولا الى السيد وزير الداخليه المحترم والسيد الوكيل المحترم والسيد المدير العام المحترم. طيب رسالة أخيرة توجهها إلى زائرين الإمام الحسين. أولا إحنا إن شاء الله يوصلون بالسلامة، يعني نريد الأغلب الزوار هسه حاليا أنا طلعت على طريق النجف، يعني الزائر دا يتجاوز على الشارع العجلات، يعني دا يتجاوز على السايد، وإحنا يعني صارت حوادث هسه لحد الآن أكثر تقريبا 10 إلى 15 حادث سببه الزائر ينتقل من مكان لمكان، أنت عندك مجال شارع مبلط بكل الخدمات ليش تحول على الشارع وتأذي نفسك؟ فإحنا نرجو من عندهم الالتزام بالنظام وضبط النفس خلال هاي الفترة. الآلام عاشت سنين بيت بونا وأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب بقناة الأيام الفضائية. آلية العمل كالآتي، طبعا هذا المحور هو محور النجف، العجلات اللي قادمت لنا من محور النجف الآلية كالآتي، أول قطع هو قطع الأسرة، من بعدها تكون توجه العجلات ومسارها باتجاه قطع الحبوبي، من بعدها ساحة المصطخ، نهاية بساحة الملحق. هاي الساحة تبعد عن الإمام ما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة مسير على الأقدام. يعني
بالقياس ببقية المحاور أقرب نقطة لإيصال الزائرين بهاي المنطقة. يمكن هذه أول سنة أنه ممكن توصل السيارات لهذا المحور. لا هو محور النجف يعني مشهود له بكل الزيارات هاي، وخاصة الزيارة المليونية، هاي الزيارة الأربعينية اللي يشهد لها العالم كله بالكثافة السكانية وعدد الزائرين اللي قادمت لها من جميع أنحاء العالم. كل زيارة نفس المكان ونفس الآلية المتبعة على محور النجف. طيب يمكن بس هذه الزيارة يمكن تحملته أكثر عبء، لأن ممكن أعداد الزائرين ممكن أول زيارة مليونية تشهد محافظة كربلاء منذ 2003 إلى الآن هذا الكم الهائل. صحيح صحيح، هاي الزيارة تختلف عن باقي الزيارات باعتبار يعني من جميع بقاع الأرض توجهت المحافظة كربلاء وشهدت هاي السنة كثافة جدا عالية بالزائرين. احنا بالنسبة لنا يعني هذا شرف انه يعني نخدم زوار ابا عبد الله الحسين، ومتعودين احنا كل سنة هاي الخدمة قايمين بها. طيب يعني اكيد اجتكم قوة اسناد او قوة ضيفية من المحافظات الاخرى؟ طبعا، لان عدد كربلاء ما يكفي، ومو يعني بالاضافة مو بس الاسناد، كل محافظات العراق اشتركت بهاي الزيارة، كل مديريات مرور برئاسة السيد العام، كذلك عجلات النقل الخاص، وزارة التجارة اشتركت بها، كل الآليات استنفرت بهاي الزيارة. يمكن يعني كان العدد انه يكفي للغرض في هذه الزيارة المليونية؟ والله هي يعني احنا بالنسبة انه يعني اللي نلاحظه مهما يعني تجينا آليات ما تكفي عدد الزائرين، لكن اللي التسهيل رباني بها من خلال الآلية المتبعة هي بالنسبة للزوار يعني يزور بنفس اليوم ويطلع، هاي اللي خدمتنا بال أعدادكم كمرور انه ممكن اكتفى بالعدد في هذه الزيارة. ايه حين ما ويا القوة الضيفية بالضبط، ايه يعني اسناد القوة الضيفية سد الحاجة عندنا. تنسيق عالي بينكم وبين القوات الضيفيه اللي دخلت الكلام. طبعا مو بس يعني هي، ترى كل الاجهزه اشتركت بها، كل الاجهزه بالاضافه حتى المحافظات الاليات كل القوى اللي موجوده بالرقعه الجغرافيه ضمن العراق كلها اشتركت بهاي الزياره. نقدر يعني نقول انه نصف زياره اربعينيه الامام الحسين هذه بالاخص انه يمكن اكبر زياره مليونيه شهدها انه المجتمع العراقي. بالنسبة لزيارة الأربعينية، أربعينية الإمام الحسين إلى خصوصية خاصة تختلف عن بقية الزيارات، وأكثر كثافة سكانية تشهدها هاي الزيارة. طيب اليوم شلون كان تعاونكم بينكم وبين أصحاب العجلات الداخلين من المحافظات؟ الحمد لله، بالنسبة للتعاون الناس متعاونين ويانا، بالنسبة للآليات العجلات يعني ما نعاني من هاي الحالة، يعني اكو يعني انا بلغتك اكو تسهيل رباني بهاي الزيارة تختلف عن باقي الزيارات، فمن خلال الأجهزة الأمنية اكو تعاون وتكاتف فيما بينها، حتى الزائرين متعاونين ويانا. زين شلون انه كان تعاون الزائرين معك؟ والله تعاون جدا راقي، يعني الناس متفهمة للوضعية ومساندة للأجهزة الأمنية، يعني ماكو اي تقصير. حاولت ان صرفت خروقات معينه وتلافت؟ لا اي خروقات ما حصلت الحمد لله، زياره عدت على خير والحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. طيب انه نهايه من كلامنا لكم انه الله يوفقكم، واكيد جهدكم هذا ما راح يضيع عند الامام الحسين عليه السلام، وهو بحد ذاته هذا خدمه الامام الحسين هو هذه شرف. يمكن هذا العبء الكبير اللي تحملته مرور كربلاء والقوات المسانده والقوات الضيفيه هو هذا ممكن اكبر سند لزائرين الامام الحسين عليه السلام. احنا بالنسبه لنا هاي الخدمه نعتبرها شرف، انه وما عندنا يعني اي، كل قوتنا استنفرت بهذا الشيء، وبالعكس يعني كان تعاون فيما ما بين الاجهزه الامنيه، ما نعتبر احنا عندنا ثقل من خلال يعني التعاون اللي موجود بالمنطقة. راس الحسين وراس اخونا العباس ديوانا صيرنا وبيد امرنا.
السلام عليكم سيادة العميد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أن عظم الله لكم الأجر. الأجر للجميع إن شاء الله. مناسبة أربعينية الإمام الحسين، مديرية مرور محافظة كربلاء استنفرت كل إمكانياتها من ضباط ومنتسبين وآليات، باشرت من الأيام اللي مضت باستقبال الزائرين الوافدين باتجاه المحافظة. محافظة كربلاء شهدت هذا العام توافد غير قليل من الزائرين، وبالأخص من الدول الأجنبية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني يختلف عن الأعوام اللي مضت. عندنا تنسيق عالي ويا قيادة العمليات وقيادة الشرطة بنظل تنظيم حركة العجلات ابتداء من المحاور الخارجية من السيطرات الرئيسية باتجاه مركز المدينة. تم وضع خطط تهيئة ساحات لوقوف المركبات تتكون آلية النقل وانسيابية الحركة تكون مستمرة بدون معوقات. حصل إسناد من قبل السيد مدير المرور العام وأشرف شخصيا على آلية العمل ضمن المحافظة. وجه مفارز من كل المحافظات الجنوبية والغربية ومن الشمالية لإسناد عمل مديرية المرور. كون هذه الزيارة تختلف عن سابقاتها من خلال توافد الزائرين بأعداد غير مسبوقة لحد الآن، وهذا اليوم الخميس يعني بعد يومين على زيارة الأربعينية الإمام الحسين، والعجلات اللي تباشر من المحاور الخارجية توصل إلى أقرب نقطة داخل مركز المدينة، يعني كمحور بغداد لغاية حي العباس، محور الهندية قطر السلام، والمحور طريق النجف لساحة الملحق. يعني هذه الانسيابية وهذا العمل سبب وصول العجلات، ويختلف عن بقية الزيارات، التوسعة العمرانية اللي حصلت بإشراف السيد محافظ كربلاء، الشوارع واستيعابها للعجلات الوافدة باتجاه المدينة سهل عملية تنظيم الحركة وانسيابيتها ضمن الساحات وخروجها. نعم هي الأعداد ليست بسيطة، تضافر الجهود من كل الوزارات من كل الدوائر، العجلات الحكومية، العجلات المدنية، النقل الخاص، الإمكانيات المتاحة، إشراف مباشر من السيد معالي وزير الداخلية على الخطة، خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين. لحد الآن الانسيابية إن شاء الله تسير وفق الخطط المرسومة، والعمل متابع من إخوانكم ضباط ومنتسبين مديرية المرور. طيب إحنا يمكن اليوم مثل ما تعرف حضرتك اليوم هذه أول زيارة تشهدها محافظة كربلاء كزيارة مليونية كبرى من 2003 إلى الآن. نعم. ممكن الأعداد اللي دخلت هذه السنة ما حد ما كان يتوقعها. نعم. هذا ممكن إنه شيء كنت محسبين الحساب قبل دخول الزيارة؟ يعني إحنا كل زيارة تختلف عن سابقتها، لكن هذه الزيارة بهذه الأعداد الغير مسبوقة، والحمد لله يعني محافظة كربلاء هي كرقعة جغرافية من المحافظات اللي نقول أكو توفيق إلهي، أكو معجزة ربانية، معجزة ربانية يعني بركات أهل البيت اللي تستوعب هكذا أعداد من الزائرين اللي توافدون من كل أنحاء العالم، مو فقط من العراق، مختلف الجنسيات توافدت باتجاه المدينة. يعني وضعنا خطط وهيئنا قوة، لكن السيد مدير المرور العام يعني من بعد ما لاحظ الكثافة اللي حصلت رفض من قبل المحافظات إضافية بأعداد إضافية. لحد هذا اليوم جتنا قوة إضافية من محافظة بغداد برتب متقدمة حتى نسيطر على الكثافة اللي حاصلة بالمدينة وضمان انسيابية الحركة. الأعداد اللي موجودة يحتاج إلى جهد كبير جدا، يعني تفوق الإمكانية اللي موجودة، لكن لحد الآن بهذه الكثافة وهذه الأعداد ما حصلت عندنا مشكلة، انسيابية موجودة. أنتم متوقعين هذه الأعداد سيارة؟ يعني إحنا نتوقع توافد أعداد من الزائرين، لكن ليس بهذا العدد. الأعداد اللي موجودة أكثر عدد من الزائرين توافد هاي السنة. يمكن إنه يعني تأثير كورونا والفيروس كورونا اللي دخل بالسنين الماضية، ممكن هذا الشيء أثر بالسنين الماضية، فدخلت هذه السنة إنه العالم يعني كزيارة الأربعين بانسيابية قوية وبدخول قوي. هذا سبب، والزيارات اللي قبل كورونا كانت تحضر لنا زوار، لكن مو بهاي الأعداد. يعني هاي السنة اختلفت اختلاف جذري بالوافدين باتجاه المدينة، والحمد لله مثل ما تحدثنا توفيق إلهي بركات الإمام، إخوانكم دا يشتغلون بغيرة وبهمة بخدمة الزائرين.
وضباط ومنتسبي المديرية يعني عملهم إنساني خدمي، من اللي زائر يوصل المكان عمله المكان اللي يقصده ويعود سالما، هذا يفرحنا يفرحنا ويسعدنا بأن قدرنا نأدي الخدمة اللي علينا. طيب القوة الضيفية كان لها يمكن دور مهم بنجاح الخطة الأمنية أو الخطة المرورية لكربلاء؟ الإخوان القوة الضيفية يعني ما يقلون أهمية وربما أكثر من مرور كربلاء. أولا هم من غير محافظة، تم تقسيمهم على المحاور الخارجية ومركز المدينة، والقسم الأكبر منهم يعني كل موسم 40 إمام حسين يحضرون، لكن بأعدادهم كون مرور كربلاء هي أساسا عدد قليل الموجود، أعداد اللي موجود تم نشرهم ضمن المحاور الرئيسية ضمن العقد اللي تحصل، لهم دور كان أساسي بإسناد إخوانهم المرور كربلاء، واللي يعملون وفق مهنية بتنظيم الحركة بفك الاختناقات بضمادة الانسيابية. فالإخوان جميعا بارك الله بهم وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. طيب أسرع الإطالة سيادة العميد، اليوم نشوف أنه كحركة السير ده تجربة انسيابية اعتيادية رغم أنه ضخامة هذه الزيارة لحد الآن تلاحظون العجلات الصالون العجلات الباصات يعني حركتها ضمن المحاور الخارجية ومركز المدينة بانسيابية عالية، فقط هي ضمن الطوق الثالث حاليا القطع، وإحنا كدائرة مرور مؤيدين بالموضوع السيارات تبقى مستمرة حتى الزائر النقطة اللي وصل لها يكون بإمكانه الركوب من نفس النقطة اللي وصل. كان تعاون بينكم وبين وزارة النقل بنقل الزائرين؟ لو ما هذا التعاون ما أثمر هذا العمل، كل الوزارات بدون استثناء لها في الدور واضح ومميز أثمر على نجاح الخطة زيارة 400 الإمام الحسين بهذه الانسيابية، وهذا الجهد اللي تم بذله من كل الوزارات من كل الدوائر الخدمية الأمنية يعني أثمر على هذا العمل ونجاح الخطة. اليوم شكرنا وتقديرنا لكم سيادة العميد وكل من ساهم في نجاح هذه الزيارة المليونية ألا وهي زيارة 400 الإمام الحسين، شكرنا أكيد الخاص للقوات الضيفية إلى كل مديريات مرور محافظات العراق اللي دخلت وساهمت بنجاح هذه الخطة الأمنية ونجاح الخطة المرورية لزيارة 400 الإمام الحسين. رسالة أخيرة إلى كل من ساهم معكم وأسندكم في هذه الزيارة المليونية. الشكر للإخوان القوة الضيفية سواء كان مرور أو من بقية الوزارات، الشكر والامتنان لأصحاب المواكب اللي أدوا خدمة اللي عكسوا صورة عن العراق عن محافظة كربلاء عن توافد الزائرين، هذه الصورة اللي راح بكل مكان يتحدثون عنها، الزار توفرت له وسائل الراحة من خلال المنام والمأكل وسهولة الوصول، الإخوان الجميع قاموا باللي مطلوب منهم، أصحاب العجلات النقل العام النقل الخاص الوزارات بدون استثناء، فنوجه تحية وشكر وامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة ومن الله التوفيق. شكرا لك سيادة العميد والله يوفقكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم هذا العمل. احنا نسينا نذكر والسلطة الرابعة اللي هي تعكس عمل هذه الأجهزة الأمنية وتعكس الجهد اللي تم بذله على مختلف الأصعدة وخلال الأيام اللي مضت والوقت الحالي والأيام اللي جاية، فبارك الله بكم. الله يبارك نقل الواقع وهذا إلى فصده راح يوصل لكل العالم عن طريقكم. دائما نقول احنا وسائل الإعلام السمعية أو المرئية أنه لها الدور الكبير يعني بنقل مثل زيارة 40 الإمام الحسين أو الزيارات المليونية، لأن هذا ممكن ننقل رسالة حقيقية ورسالة حسينية بهذه الأيام المباركة. ممكن يعني نشوف هسه احنا من بداية الزيارة هم نشوف وسائل الإعلام كلها مستنفرة يعني إلى حين انتهاء الزيارة، هذا أنه كلية حتى نوثق هذا العمل حتى نوثق أنه الدوائر الأمنية الدوائر الخدمية كل من ساهم بنجاح هذه الزيارة الأربعينية هذا أنه واجب علينا أن نوثقه. نتمنى لكم كل الموفقين، بارك الله بكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
عاشت سنين يبيت بونا وايام تنسى ريبان. عظم الله اجورنا واجوركم. عظم الله لكم الاجر والثواب ان شاء الله، اجورنا واجوركم صادق. اليوم سيادة الرائد انه حدثنا عن مهمتكم بهذه الخطة الأمنية وشنو ممكن الصعوبات اللي تلقيتوها وشون كان التعاون بينكم وبين الجهاز الأمني في محافظة كربلاء المقدسة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم شعار الله فهي من تقوى القلوب. بداية تم تكليفنا بأمر معالي دولة معالي السيد وزير الداخلية المحترم اللي موجه لنا من قبل قيادة شرطة ميسان الفوج مهمات الخاصة. تم تكليفنا باجب اللي شاركت أخوتنا بقيادة شرطة كربلاء ضمن تأمين حماية الزوار أبا عبد الله الحسين. احنا بداية تم تكليفنا بهذا الواجب هو القطاعات الموجودة التابعة لفوجنا ضمن قيادة شرطة ميسان فوج المهمات الخاصة تأمين الطريق وحركة سيابات العجلات بصورة صحيحة، وإن شاء الله هذا عملنا الموجود. هذه ممكن يعني أول سنة أنه مشاركين بهذه الخطة، لو السنين السابقة هم شاركتوا هذا؟ نعم أستاذ، شاركنا هاي السنة الثانية إن شاء الله أن فوج المهمات الخاصة قيادة شرطة ميسان فوج السنة الثانية أن شاركنا بهذا الواجب إن شاء الله. أكيد شفتوا أنه ممكن هذه السنة تختلف عن السنين السابقة اللي شاركتوا بها، ممكن حجم أو الكمية الهائلة اللي دخلت لكربلاء. أكيد أستاذ، السنة المضت كان أخف، بس هاي السنة تقريبا أكثر زوار، وإن شاء الله إحنا مسيطرين على الموقف وعمل. أنتم متوقعين هذا الكم الهائل اللي راح يدخل إلى كربلاء؟ لا والله ما كنا متوقعين هيك، بس أكيد مسيطرين. إن شاء الله مسيطرين، وكل قواتنا منتشرة وحركة السيارة العجلة بصورة صحيحة، وإن شاء الله هذا الموضوع نشوف. يعني رغم الجهد اللي صاير عليكم ورغم أنه ممكن العبء الكبير اللي صار عليكم بهذه الزيارة المليون، بس احنا نشوف دا يتعاملون انه كل القوات الامنية بكل اصنافها دا يتعاملون بشفافية وبابتسامة حلوة معه وبتعامل حلو مع الزائرين مع اصحاب العجلات. اكيد هذا واجبنا، من ضمن واجبنا استاذ كما تعرف. هذا دليل على ثقافتكم. ان شاء الله استاذ هذا واجبنا، لازم نوفر للسائق العجلات وكذلك المكان المناسب له، هذا ضمن واجبنا كرجال امن ان شاء الله موجودين. يعني اليوم شلون كان استقبال اهالي كربلاء للقوات الضيفيه اللي دخلت لي كربلاء وشاركتها في هذه الزياره المليونيه؟ والله كانما تقول انا بمحافظتي مو محافظه كربلاء. اكيد كربلاء محافظتكم الاولى قبل لا تكون الثانيه. والله انا بقيت تم تكليفنا باجب اكثر من 10 ايام، كانما محافظتي قياده شرطه ميسان مو قياده شرطه كربلاء. يعني حتى كل سنة من الدخلون تشاركون بهذه الخطة الأمنية وتطلعون، شوفكم تطلعون بحزن، ما بدكم تخلص الزيارة ولا بدكم تستحمون من هذا الوقت. وإحنا ما بدنا بالله شاهد الله نبقى بكربلاء بالقرآن خدام لأبا عبد الله الحسين، بالله نتمنى هذا الشيء، نبقى أنه نكون يعني على شرطة قيادة شرطة كربلاء لأن هاي محافظتنا الثانية طبعا، وإن شاء الله. الله يبارك بكم. شكرا. الله يبارك. رحنا ليزيد الجماع علينا الناس، رحنا ليزيد الجماع علينا الناس، ناس اللي ما عدها